لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. آمين. أيها الأحبة، من أعظم الأمور التي تعين على رفع الهمة وتشحذ النفوس في الازدياد من الأعمال الصالحة قراءة تراجم الصالحين من علماء السلف، وعلى رأسهم أنبياء الله تعالى، فهم الأنموذج العملي في تطبيق المنهج الإلهي. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم يأتي من بعدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمة القدوات، وذلك بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، كما في حديث ابن مسعود: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لذا ونحن نعالج النفوس ونحاول إصلاح القلوب لعبور جسر التعب والاجتهاد في التعبد والاجتهاد في طلب العلم وتحصيله والاجتهاد في الدعوة إلى الله، لابد من الاعتناء بهذه الوسيلة عناية خاصة. وقد سبق حديث لنا عنها، ولكن أحببت أن أخصص هذا اللقاء عن عبادة السادة. وأعني بالسادة هم أنبياء الله تعالى. حين يكون الحديث عن القدوات في باب التعبد، لابد أن يبدأ بذكر شيء من عبادات الأنبياء، إذ هم سادة البشر وأفضل خلق الله تعالى. وكما قيل: عبادة السادة سادة العبادة. عبادة السادة سادة العبادة، أي أفضلها. وخذ هذا النقل القيم من إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يبين لك خطر وأهمية وضرورة مطالعة هدي الأنبياء. يقول رحمه الله: لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم. ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به. فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأعمال، توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم، إلى مين؟ الأنبياء والرسل. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. ولكن من يعلم ذلك من الناس؟ لا وصول إلى السعادة ولا عبور لجسر الاجتهاد إلا من خلال الاقتداء بالرسل عليهم الصلاة والسلام. هم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال. بمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. أعيد، يقول: فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة،
فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كحاله هذه بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. صدق رحمه الله. وإن من الخلل الكبير لدى بعض السالكين أن يبحث وبعناية عن سير السلف الصالحين وكيف كان اجتهادهم في عبادة الله، ثم هو يغفل وينسى أو يتناسى أن يطالع أحوال الأنبياء والمرسلين. فلما أرسلهم الله إذن؟ إنك حين تتدبر آيات القرآن تجد تأكيدا وتبيينا عجيبا للصفات الشخصية والسلوكية التي اتصف بها الأنبياء والمرسلون، والذين هم أئمة الصلاح والإصلاح عبر العصور، وذلك لأن هديهم أكمل الهدي. وإن السالك إلى الله تعالى لابد أن يجعل في أولويات تحنثه الاقتداء بهم والحرص على تتبع هديهم والتخلق بأخلاقهم. قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. انظر للوصف: وكانوا لنا عابدين. وهذه من أكبر نعم الله على العبد، أن يكون إماما يهتدي به المهتدون ويقتدي به السالكون. ثم بيّنت الآية مسوغات ذلك، وهي فعل الخيرات، إقام الصلوات، إيتاء الزكاة. فلما فعلوا وامتثلوا ما أمرهم الله عز وجل به اصطفاهم الله وجعلهم أئمة لغيرهم يقتدون بهم. وكثيرا ما يرد قصص الأنبياء في القرآن، بل ويتكرر، لأن الله فضلهم على غيرهم ورفع قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما قاموا به من عبادة الله ومحبته والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة الخلق إلى الله والصبر على ذلك والمقامات السامية والمنازل العالية. أمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذكرهم، لأن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهم وبيان فضله وإحسانه إليهم، وفيه الحث على الإيمان بهم ومحبتهم والاقتداء بهم. هؤلاء إخواني في الحقيقة هم الصفوة. ما تيجي تبحث كده في الكون كله، في الدنيا كلها، من ساعة ما ربنا خلقها إلى أن تفنى، أفضل البشر الذين عبدوا الله هم أنبياء الله. فإزاي لحد دلوقت أنت ما قرأتش سير الأنبياء أو ما سمعتش سلسلة قصص الأنبياء؟ كيف أغفلت هذا الباب من أبواب التزكية؟ هؤلاء هم الصفوة الذين جعل الله لهم لسان صدق عليا، نشر لهم الثناء الحسن بين الخلق، الصادق غير الكاذب، العالي غير الخفي. ذكرهم ملأ الخافقين، الثناء عليهم ومحبتهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسن، صاروا قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين. هذه الثلة المباركة التي غاية المؤمن أن يكون معهم، لذا هو يدعو كل يوم 17 مرة على الأقل بذلك في صلاته، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وتفسير الذين أنعمت عليهم ورد في الآية الأخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. وجدير بمن كان على هديهم في الدنيا أن يرافقهم إن شاء الله في الآخرة. ما أجمل أن نتعلم الصبر على الدعوة ومشاقها من نبي الله نوح عليه السلام، أن نتعلم التوكل على الله من نبيه هود عليه السلام، أن نتلقى معاني التضحية والبذل من إمام الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أن نستلهم معاني اليقين والنصر والتأييد من قصة نبي الله موسى عليه السلام، أن نفهم كيف نتعامل مع البلاء من قصص أنبياء الله، من قصة نبي الله، من قصص أنبياء الله يوسف ويونس وأيوب عليهم السلام، أن نعيش مع أفضل نبي أرسله الله للناس كافة في شتى أطوار حياته، شخصية متكاملة، أسوة شاملة لما يريده العبد من معاني الاقتداء، تلك هي شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم. لما لا نتعلم العبادة من الصفوة السادة؟ لما لا تدرس الأعمال القلبية من خلال قصص خير البرية؟
حري بمن تصدوا للإصلاح أن يتصفوا بصفات هؤلاء الكمل، وبقدر قيام العبد بذلك تكون هدايته وصلاحه وصلاحيته ليقتدي به غيره. تعالوا أحبتي لنعطر هذه اللحظات ببعض الآيات التي فيها إلماحات وإشارات إلى عبادة السادات وأوصاف وأخلاق هؤلاء القدوات. من ذلك قوله تعالى عن نبيه إدريس عليه السلام: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وانتبه معي للآيات التي سأذكرها، ففيها سؤال يعني ربما سألته في هذا اللقاء أو السؤال القادم أو اللقاء القادم، وعلى الإجابة هدية قيمة إن شاء الله. انتبه للآيات التي سأذكرها، فالإجابة في هذه الآيات: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح، وبين اصطفائه لوحيه واختياره لرسالته. تأمل في نتيجة ذلك وثمرته: ورفعناه مكانا عليا. رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين. تأمل في الأوصاف وتلك الصفات التي ذكرتها الآيات، وتفقد هذه المعاني في نفسك وفي من حولك. وأما نبي الله إبراهيم عليه السلام فهو أفضل الأنبياء كلهم بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الأب الثالث للبشرية المؤمنة، جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، دعا الخلق إلى الله وصبر على ما ناله من العذاب في ذات الله، مما جاء في أوصافه من أوصافه في القرآن قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كم يتطلب اتباع الحق والعمل به والميل إليه والتبرؤ من الباطل من جهد في واقع الناس، سيما واقع انتشر فيه الشرك والكفر بالله عز وجل. ما كان يهوديا، ما كان نصرانيا، كان حنيفا مسلما، مائلا عن الشرك، معرضا عن ذلك، منيبا إلى الله عز وجل، مخبتا موحدا، ما كان من المشركين. كيف يحتاج العبد لصبر حتى يكون كذلك، وحتى يخالف الناس وينفرد في طريق التوحيد والإخبات والإنابة؟ من أوصافه كذلك قوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم، أي ذو خلق حسن وسعة صدر وتأن عند جهل الجاهلين وشفقة على العصاة ورحمة بهم. ولذا ذكر القرآن أنه يجادلنا في قوم لوط. أواه أي متضرع إلى الله في جميع الأوقات، رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه. وهكذا فليكن الدعاء، بل كل مسلم. ومن أوصافه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تأمل في الأوصاف: كان أمة، كان إماما جامعا لخصال الخير، كان هاديا مهتديا، قانتا لله أي مديما لطاعة ربه، مخلصا له الدين، حنيفا أي مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية، معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين في قوله وعمله وجميع أحواله، لأنه إمام الموحدين الحنفاء، شاكرا لأنعمه، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. آتاه الله في الدنيا حسنة وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة فقام بشكرها، لذا قال شاكرا لأنعمه. فكانت نتيجة هذه الخصال أن اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين، وهداه إلى صراط مستقيم في علمه وعمله، فعلم بالحق وآثره على غيره. أما الخاتمة: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله تعالى. فينبغي لدعاة الإصلاح الذين يريدون أن يكونوا قدوة مؤثرة في من حولهم أن يتفقدوا هذه الصفات ويحققوها في أنفسهم أولا،
والله قادر أن يجعل الداعية أمة. هل يمكن أن يكون داعية أمة؟ أم هذا خاص بإبراهيم؟ يمكن؟ ما الدليل؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، فلما راجعه بعضهم قال: إن إبراهيم، يعني ظن أنه أخطأ في الإيه؟ في الآية، فقال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. ثم قال: الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله ورسوله، وكذلك كان معاذ رضي الله عنه. فانظر للأوصاف: الأمة الذي يعلم الخير، فأين حظك من ذلك حين تتعلم القرآن وتتعلم السنة وتعلم الناس ذلك؟ والقانت المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء أيضا في وصف إبراهيم عليه السلام أو في صفات إبراهيم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الذين أخلصوا لنا العبادة. أولي الأيدي أي القوة على عبادة الله، والأبصار أي البصيرة في الدين، فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح. وقال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ما معنى هذه العبارة؟ ما معنى هذه الآية: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار؟ لا، ما معنى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار؟ جزاك الله خير. من صفاتهم العظيمة ذكر الدار، أي جعلنا ذكر الدار الآخرة في قلوبهم، والعمل لها صفوة وقتهم، والإخلاص والمراقبة لله وصفهم الدائم. وجعلناهم ذكر الدار، تفسير ثاني، أي يتذكر بأحوالهم المتذكر، ويعتبر بهم المعتبر، ويذكرون بأحسن الذكر، يذكرون بأحسن الذكر، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. جعل الله عز وجل هذا وصفهم، وذلك ذكر الآخرة وكثرة تذكر الآخرة، وكانوا كذلك للناس إذا ذكروا ذكرت الآخرة. وإنهم عندنا لمن المصطفين، أي الذين اصطفاهم الله من صفوة خلقه، الأخيار الذين لهم كل خلق كريم وعمل مستقيم. ومن أوصاف إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. تأمل طويلا هذه الآية، كم عدد الدعاء من أهل الإيمان في زمن إبراهيم؟ مفيش، هو بس في المجتمع كله بيقول إنني براء. تخيل بقى لما الدنيا تتعكس، يبقى أهل الإيمان هم الغالبية والكفر عدد قليل، وبعض المسلمين الذين طبع الله على قلوبهم يداهن في دينه ويتودد إلى الكفرة بما يناقض آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحبهم، يصادقهم، ينصرهم على أهل الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله، يمدحهم ويذم أهل الإيمان، فينقض بذلك معاني البراء الواجب التي يجب أن يصرفها لهؤلاء الكفرة، وكذلك ينقض معاني الولاء الواجب التي يجب أن يصرفها لأهل الإيمان. إبراهيم عليه السلام بمفرده في قومه ومع ذلك يصرح بهذه العقيدة: إنني براء مما تعبدون. لما اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم، قال: إنني براء مما تعبدون، أي مبغض له، مجتنب، معاد لأهله. وفي تطبيق معلم الولاء والبراء في الواقع مشقات ومجاهدات، ولا ربما صار الموحد منبوذا بين الناس لجهلهم بما هو عليه من الحنيفية، ولذا سلاهم القرآن برضا الله عنهم بعد ذكر هذه العقيدة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني مع هذا الإيمان يعملوا إيه؟ يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا لهم المحدين دول، ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. في آخر الآية قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. كأنه يعني جاء هذا الرضا بسبب أن الناس لم يرضوا عنهم، فيكفيكم أن الله قد رضي عنكم،
لا تنشغلوا برضا الناس طالما حققتم ما أمر الله عز وجل به. رضي الله عنهم ورضوا عنه حتى لو غضب الناس عليهم وقلوهم فلا يضرهم ذلك طالما رضي الله عنهم. وكذلك فعل المؤمنون مع الخليل إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله عنهم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، مش ناس بعيدة، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن بين المسلم وغير المسلم البغضاء والعداوة، إلى متى؟ إلى أن يؤمن، ومع ذلك لا يظلمه ولا يسيء إليه بل يحسن إليه ويظهر له المعاملة الحسنة وأخلاق الإسلام، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بل وربما يهديه من الهدايا في غير عيده، يعني تطييبا لقلبه وترغيبا له في الإسلام وغير ذلك. لكن ماذا له في القلب؟ له في القلب البغضاء، كما قال الله عز وجل: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن أوصافه أيضا عليه السلام ما جاء في قوله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. طب ده ناس لسه دخل، طب مش تتعرف الأول، طب هم هيحتاجوا أكل ولا هو بس شيء السريع كده خدت بالك، ولا حتى يعرض عليهم نجيب شيء ولا نجيب عشاء ولا أنتوا أكلين؟ شوف مباشرة: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ابن القيم رحمه الله في رسالة تبوكية كتب حوالي 15 فايدة على الآية دي، لآيات لقاء الملائكة بإبراهيم عليه السلام وكيف يؤخذ منها كرم الضيافة، فعلا قدوة. شوف التكامل في شخصية هذا النبي الكريم، بادر مباشرة فأحضر للأضياف عجلا مشويا سمينا، ومش جاب بجزء مثلا فخدة ولا خدت بالك كتف، ده جاب ايه كله بقى، ينقي المكان اللي بي ايه اللي بيحب يأكله ومشوي، هذا أفضل الأنواع، وهذا في غاية الجود والكرم. وقربه إليهم، ما قال لهمش يلا تفضلوا ده هو اللي إيه، فقربه إليهم. فانظر للتكامل في شخصية الأنبياء، اللي عايز يقتدي فعلا عليه بهدي الأنبياء. ومن عاطر الثناء عليه أيضا قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره من الشرائع وأصول الدين وفروعه. كل اللي أنا عمال أحكي فيه ده غيض من فيض. جاء ذكر إبراهيم في القرآن تخيل في كم آية، وهذا من الجفاء أيضا، 55 آية. تخيل 55 آية تتكلم عن رجل، فما قدر هذا الرجل؟ وإيه مساحة اهتمامنا بهؤلاء في واقعنا؟ ربما يكون بعض لاعبي الكرة له في نفوس الأبناء درجة أعلى من درجة إبراهيم عليه السلام، وهذا تتحمله الدول ويتحمله الأفراد أيضا، لأنهم أهملوا قصص هؤلاء وسيرة هؤلاء. رجل يتكلم القرآن عنه في 55 آية ومع ذلك يهمل ولا يعتنى به، كيف ينبغي أن يكون الاعتناء بسيرة رجل أو بسيرة إمام ونبي كهذا؟ إن العين لتدمع والقلب يحزن على تلك الجفوة التي صارت لدى المسلمين نحو أنبياء الله الكرام، فأنى لنا وللهداية إن أعرضنا عمن هداهم الله. نختم بذكر ابنه إسماعيل ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. قال الله عز وجل عن نبيه إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. كان صادق الوعد، يعني لا يعد وعدا إلا وفى به، وهذا شامل الوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد. لذلك لما وعد من نفسه الصبر على الذبح قال: ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. وفى بذلك ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان. ثم وصفه الله عز وجل بالرسالة والنبوة، وهي أكبر منن الله على عبده وأهلها من الطبقة العليا من الخلق. ثم قال: وكان يأمر أهله بالصلاة، كان مقيما وملازما لذلك، يأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد. فكمل نفسه وإيه
وكمل غيره، وخصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. أين تطبيق هذه المعاني وهذه الآية في حياتنا؟ تأمل أيضا في الخاتمة في قوله وكان عند ربه مرضية، أي بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضي عنه ورضي هو عن ربه. وقال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. جمع الله له بين الصديقية والنبوة، فالصديق كثير الإيه؟ الصدق، الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله. وكم نعاني من انعدام أو ضعف الصدق في مجتمعاتنا، كم؟ كيف لو انتبهنا لهذه الآيات وطبقناها في واقعنا؟ الصديق كثير الصدق، الصادق في أقواله وأفعاله وأحواله، المصدق بكل ما أمر بالتصديق به، وذلك يستلزم العلم العظيم الواصل إلى القلب المؤثر فيه الموجب لليقين والعمل الصالح الكامل كذلك. تبقى إشارات أخرى وآيات أخرى مع أنبياء الله نذكرها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وأن يرزقنا التأسي بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.